فرحة هؤلاء التلاميذ بالموسم الدراسي لا تضاهيها فرحة. حصة دراسية افتتحوا بها عامهم الجديد في مرحلة مهمة لانفتاح الأطفال وتهيئهم لمشوار دراسي ناجح ضمن أقسام التعليم الأولي والابتدائي في مدرسة عبد الله جنون ببوزنيقة. هي مدرسة اللي عرفت تعويض المفكك وتأهلت من أجل الدخول في تجريب المؤسسات الرقمية، دعمت بالأقسام بطريقة تدريس بالموارد الرقمية. بعد مدرسة عبد الله جنون زار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى الثانوية الإعدادية 18 نوفمبر في بن سليمان، عاين خلالها التحاق التلاميذ بالفصول الدراسية وتفقد المرافق التي استفادت من توسيع برنامج الأقسام الرقمية ودعم اللغات. كان واحد مجهود اللي دار باش المناهج تكون مناهج جديدة اللي تساعد التلاميذ باش يتمكنوا من التعلمات الأساس، وفي نفس الوقت باش نرفعوا من المستوى ديال الأنشطة الموازية باش نجعلوا التلاميذ ديالنا متفتحين ناجحين في الدراسة ديالهم. الدخول المدرسي لهذه السنة يصادف مواصلة تنزيل برامج الإصلاح التربوي بمشاريع تهدف إلى تجويد التعلمات الأساس وتحسين النموذج التربوي والرفع من مردودية منظومة التربية والتكوين.